ليش هيك وقعتوا؟ طيب الكل يسمعني، كلكم كان راسكم حلو وبتاخدوا العقل. على فكرة هاد الشي بيعني ما عنا خسرانين ولا حتى عنا ربحانين، لهيك الكل رح يطلع. اتفقنا؟ لتلاتة لبرا، يلا. مو عدل. شو هاد؟ يلا حصل خير. اللعبة مو إلي أمي، أنا كبير على هالشغلات. أنا أكبر منك، شو نسيت؟ إذا أمك عم تلعب معهم ليش أنت حتى ما تلعب؟ إيه بس بدك تلعب معنا. كملوا اللعبة. أنت ليش عم تضيفنا؟ شو عم تساوي؟ هذا الشغل مو شغلك. يلا عود جنبي، أنت رح تلعب معنا، إيه؟ أنا آسفة بس بتعرفوا بالنهاية أخي بارف يعتبر واحد من هالعائلة وعادي إنه يلعب معنا، صح؟ مو هيك؟ يلا أخي تعال، عود جنبي والعب. إيه أكيد هو أخوكي، خليه يقعد ويتسلى مع الكل، بس في شرط واحد ماشي؟ أنت يلي بتجيب الشاي والأكلات اللي منطلبها منك. طيب شكلك موافق على الشرط، تفضل اقعد معنا. منيح هيك سارة صوتي؟ أخي يلا اقعد، يلا عطيني عنك. صح نفدتي من عضة الحية يا جدان، بس يا ترى رح تقدري تنفدي من القصص اللي جاية هلأ؟ حضرت ورقة حلوة للعبة رح تعجبك كتير. شو حلو، يلا هات المخدة، هاتا. وين رايح؟ هاي المهمة؟ عن جد؟ كتير غريبة. مكتوب على هالورقة توجه للبنت اللي جنب دورغا ومثل إنك بتحبها واعترف لها قدام كل الموجودين وعبر لها عن مشاعرك. بس نحنا ما حطينا مثل هيك مهمة. ايه عادي اخي، انت ليش خجلان؟ هي مجرد لعبة صح؟ مو هيك؟ ايه بعرف، تفضل. ايه هي لعبة، يلا. ايه بس انا بعرف ليش خجلان، قلتلك هي لعبة. بس حماتي لازم أعملها؟ شبك أخي، أنت ليش عم تسألون؟ هيك عم تغش ما بيصير، يلا نفذ المهمة. طيب إذا هيك ليش ما بتحكي عن حبك إلي قدام كل الناس؟ أنت مو قدران تقول قدام كل العالم إنك بتحبني. طيب على ما يبدو كلكم مصرين، لهيك أه
ماشي، أنا جاهز لمهمتي، ما أنا مشكلة. مع أنه كنت مرتاح بالمطبخ. لا تنفذ شيء، خلص بلا ما تضايق حالك، روح قلي لنا البرك. عن جد هيك أحسن. يلا أجي؟ خليه يقول لها، هي لعبة ولازم ينفذ وغير هيك كمان حلو نشوف واحد بالشرطة وهو بهاي الحالة، بقصد ما بعرف إذا بيقدر يعبر عن مشاعره. يلا أخي يلا اعترف لها، يلا ورجينا رومانسيتك، حكيها مثل الأفلام. إيه بس أجي نفذ إذا فيك. إيه طبعاً فيني. يا جماعة أنا هلأ جاهز لحتى أعترف لرفقتي بحبي وأعبر عن مشاعري. هلأ وقدام كل الموجودين بعلن عن مشاعري، أنا بحب. لحظة حماتي، شو صار؟ لوين رايحة؟ معقول ضايقتك؟ ما بدك العب؟ لا ابدا، ليش ما بدي اياك تلعب؟ انا كنت جاي لساعدك بمهمتك. ما فهمت، دقيقه وبرجع. شو يلي عم يعملوا هاد؟ وصلت معه يعترف بحبه لاختي قدامي؟ شو مفكر انا رح اسكت له؟ الو، مين معي؟ يا ريت تحكي بسرعة من دون شي معصبة. وأنا معصب مثلك وزيادة. قدان أنت لهلأ ما خلصتي مهمتك. عم فكر زورك لنتفاهم وخلص الشغل تبعك بطريقتي، وخلال هاي الفترة رح تجمعي شو في أدلة ضد زوجك اللي اسمه أكشات جندال. عفوا يا سيد، هاي مو طريقة تحاكيني فيها، مو من حقك تهددني. احكي بسرعة، قول شو بدك، أنا كتير معصبة وكتير مشغولة، في عنا حفلة وعشقة وألف قصة. هذا اللي كان ناقصنا. ناقصنا؟ شو؟ شو قصدك؟